رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. عندي الفريق خلاص يعني استوى خالص، هنبدأ نقدمه مع بعض. والكسادية برضو خلاص شلت التلاتة دول وحطيت يا دوب الأخير ده، هيتعمل دقيقة من هنا ودقيقة من هنا. تعالوا نبدأ في العجينة اللي بعديها، وإحنا بنعجن هنقدم مع بعض الكسادية والحاجات دي، يعني نستغل وقت العجن وإن إحنا ما بنعرفش نتكلم قوي وإحنا بنعجن. تعالوا نشوف مقادير الفطاير بالتمر والجبنة بتاعتنا. عندنا 3 كوبايات من الدقيق، معلقتين كبار من النشا، وعندي معلقة من البيكنج باودر ورشة ملح ومعلقة خميرة وثلاث معالق من السكر وكوباية من اللبن. طبعا تقدروا تستبدلوها بمية لو حابين، ونص كوباية من الزبدة، وعندي تمر وجبنة طبعا، وللوش كده ايه صفار بيضة، بيضة كاملة بشوية خل او حاجة بس اضيع الزفارة منها، او شوية لبن، واقلبهم مع بعض ونرش سمسم، وده حسب الرغبة. هقول تاني المقادير. عندي 3 كوبايات من الدقيق، معلقتين كبار من النشا، معلقة من البيكنج باودر، رشة ملح، معلقة خميرة، 3 معالق من السكر، وعندي كوباية من اللبن، ونص كوباية من الزبدة. كوباية اللبن تقدروا تبدلوها بمية، تعجنوا بمية، وعندي طبعا تمر وجبنة، أي نوع بقى جبنة، عندي موتزاريلا، عندي عايزين تعملوا بشيدر تمام، بس ما تبقاش جبنة يعني طعمها قوي، شيدر او موتزاريلا تمام قوي تمام. وفي الاخر خالص هدهن ببضايه كده، هربها مع شويه خل او لبن، وبعد كده احط عليهم شويه سمسم. تعالوا كده ايه، اول حاجه هبدا اجيب العجوه والجبنه على جنب خلاص، وهبدا ان انا اعجن العجينه. عندي هنا احط على الثلاث كوبايات النشا، احط البيكنج باودر، هحط الخميره، احط السكر، كله كده فوق بعض خلاص، وهبدا ان انا ايه اقلب كده، واحط في العجان او هعجن على ايدي اللي موجود عندكم، احنا بس بنختصر وقت. وهبدا احط مقدار اللبن، كوبايه لبن والزبده، عايزه الاسباتوليت بقى بس اهو كده بالشكل ده، هي ورايا ورايا هنا اهو، احط الزبده كده وابدا بقى ايه اعجن كويس جدا. اشوف هتحتاج سوائل تاني، ميه او حاجه ولا لا. بصوا عايزه اشوف العجينه، العجينه مش محتاجه خلاص اي سوائل تاني ولا اي حاجه، محتاجه بس تتعجن كويس. بصوا طريه جدا، محتاجه بس اعجنها كويس تمام عشان تنعم معايا خالص. وانا بعجنها تمام هحط معلقه من السمنه او الزبده على النار اهو تمام، هحط عليهم العجوه اهو كده تمام، وهبدا ان انا ايه اهرسها كده لحد ما العجوه عندي يعني تفك خالص مع اهي كده مع الزبده او السمنه، معلقه زبده او معلقه سمنه تمام. واول ما تفك هحط عليهم الجبنه واقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما اخليهم خليط زي العجينه كده زي الكوره تمام كده اهو. هحط العجوه مع المادة الدهنية اللي هي الزبدة أو السمنة أهو كده لحد بس إيه مهرسها كده خالص، تبقى مهروسة خالص مع الزبدة أو السمنة، وبعدين أحط عليهم الجبنة، أحط عليهم مثلا حوالي نص كوباية كوباية على حسب ما أنتوا حابين، وأبدأ إن أنا أقلب الجبنة مع التمر لحد ما كلهم يبقوا زي العجينة كده متماسكين مع بعض خالص. في الوقت ده انا هقلب وانا على النار كده وهشغل عجان العجينه تتعجن.
بصوا انا كده، تعالوا بقى ايه اوريكم اهو. بصوا العجوه بقت عندي قطعه كده متماسكه كلها على بعض، الجبنه بالعجوه اهو بالشكل ده. بصوا هبردها كده عشان ابدا ان انا اقسمها كور عشان اشتغل فيها. تمام، نبص كده على العجينه، هبدا كده ايه انا اطلعها من العجان. خلاص هبدا كده اطلعها من العجان واسيبها تخمر. ممكن اسيبها تخمر وهي كامله كده، او اقسمها كور اللي انتوا عايزينه. انا بصراحه قسمتها كور عشان تبقى سهله معايا. هبدا ان انا اقسمها كده كور بالشكل ده واسيبها تخمر. تمام، اقسم كل العجينه كور واسيبها تخمر. خلاص اهو، بعد ما خمرت وهي متقسمه كور، ببدا ان انا بقى اجيب كوره كوره كده، وابدا ان انا اجيب ظهرها كده وافردها من ظهرها. وبصوا بقى، بجيب حته من التمر والجبنه واقفل كده عليها. صينيه صاجه يعني، وابدا اقفل كده عليها، وابدا ان انا ايه اكورها تاني بمنتهى البساطه اهي. اخلي الجزء المتساوي ده تحت، اخد حته من العجوه بالجبنه واقفل عليها، وابدا ان انا ايه اهو اكورها بالشكل ده اهو. تمام، بقوم سايباها بقى ايه تخمر تخميره تانيه. بس قبل ما تخمر كده ايه، اقوم فتحها فتحه كده، او اي حاجه انتوا عايزينها يعني، مش شرط يعني نفس الشكل ده، افتحها فتحه كده. وبقوم دهناها بالبيضه اللي انا حاطه عليها شويه خل بعد ما تخمر. بسيبها تخمر تخميره كمان بعد التشكيل، واحنا قلنا اهميه التخمير اللي بعد التشكيل ده بيفرق جدا معانا في هشاشه المعجنات والمخبوزات اللي احنا بنعملها. وبحط شويه سمسم وببدا ان انا اسويها على درجه حراره برضو 200 و200. الفرن شغال من تحت بس الاول، وبعد كده ببدا ان انا اشغل الفرن من فوق، اشغل بس الشوايه تتحمر شويه، او لو انا عندي الفرن بيشتغل من ناحيتين ممكن ان انا اعمل كده. تعالوا بقى ايه نبدا نحط القرص عندنا بعد ما استوت. طبعا تقدروا تصغروا حجمها، تقدروا تكبروها اللي انتوا عايزينه، تبقى حلوه جدا وطريه جدا منتهى الجمال اهو كده. في فطار كده ممكن تعملوا منها كميه وتحطوها في الفريزر عشان تفضل فريش، اللي انتوا عايزينه براحتكم خالص اعملوه اهو. بصوا بصوا طريه جدا، بصوا بقى بصوا العجوه من جوه ومنتهى الجمال بجد. طعم العجوة كمان، ميكس العجوة مع الجبنة بجد حلو، بيبقى جدا اهو. تعالوا بقى نقدم اهو، ونبدأ نجيب الفريك. وبرضو نقدمه اي حاجه. الفريك كامل فيه كل حاجه، فيه خضار وفيه لحمه وفيه كل حاجه، فمش محتاجين ان احنا يعني نقدمه جنبه حاجه. حاضر حاضر، هنطلعهم كلهم دلوقتي اهو كده. نبدا بقى، بصوا بقى الفريك جميل وحلو جدا ومفلفل وطعمه خطير مع شوية اللحمة اللي احنا حطيناهم، حلو جدا. زينه بقى ايه اي حاجة خضرة خفيفة كده
عايزه ارد على الكسكسي الجاهز كده واحنا بنغرف. الكسكسي الجاهز هتجيبيه وبعد كده هتحطي معلقه من السمنه او معلقه من الزبده على النار في طاسه، وتحطي تشوحي فيها الكسكسي على حسب طبعا المقدار اللي انت هتشتغلي بيه، طبعا مش كل المقدار يعني، على حسب انت عندك قد ايه. هتحطي معلقه من السمنه كده حلوه وتقومي مشوحه فيها الكسكسي، وبعد كده حاطه له ربع كوبايه من اللبن والسكر، وحاطه عليهم اي بقى عايزه جوز هند تمام، زبيب تمام، اللي انت عايزاه. كان في المقص هنا اهو، اي حاجه من اللي انت عايزاه برضو تقدري ان انت تحطي عليه وتقلبيه كده تقليب مع بعض، هتلاقيه طري وهتلاقيه في منتهى الجمال وبيطلع طعمه حلو جدا. تمام اهو، نبدا بقى ايه نقسم كده، نقسمه على انصص، نقسمه على اربعه اللي موجوده عندنا. فين الرغيف الرابع؟ اهو كده الشكل ده، وبرده ايه نزين كده، قدمه بقى مع شوية مخلل كده بيبقى بجد رهيب. تعالوا بقى نحطه معاهم. بقى احنا النهاردة عملنا ايه؟ عملنا الفريك بالخضار واللحمة، وعملنا كمان الفطاير بالجبنة والتمر، حشو حلو جدا بجد بيبقى طعمه في منتهى الجمال. وعملنا كمان الكسادية باللحمة بطريقة برضو سهلة وبسيطة. يا رب تكون الحلقة عجبتكم واستفدتوا منها ان شاء الله. اشوفكم في يوم جديد وحلقة جديدة من طبق طبق.